يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا، يقول في فرنسا صلاة المغرب على الساعة 9 وصلاة العشاء على الساعة 11. السؤال: هل يجوز لأولادي أن يجمعوا بين الصلاتين بتأخر الوقت؟ لا، لا يجوز هذا، وإنما يصلون كل صلاة في وقتها، المغرب عند مغيب الشمس والعشاء عند مغيب الشفق، كل صلاة في وقتها. نعم.